أمرك وحد أبوك تخلي بالك. سلام عليكم. فيدو فيدو ساوي زكي سينيور بوليس، انت شفت الكلب بتاعنا؟ نو. رحتوا فين مسكين فيدو؟ معليش يا مدام. انت تعرف الكلب بتاعنا؟ يا مدام ما حصليش الشرف. مسكين فوبر ابدا مجيت له لوحده، كان كويس قبله مش يعرف يدور في السكك. اذا كان في بنات ما ببطلوش دواره في السكك لليل ولا نهار، مش عاوز الكلاب تسرح شوية؟ انت حتسيبني وتطلع؟ انا خنوع يا مدام. انت لازم تنجو بين فيدو، دي الشغل بتاع انت. انت بوليس. ما انا بوليس فانا ادمين مش بوليس بيطري. مون ديو بوليس، مش سألتو عني، مش سألتو عشان فيدو. يلا يا ستو مجاملات لحسن نتأخر. اهلا يا ابويا. بس يا جملات يلا. رايحين فين؟ رايحين نتفسح. سروج ده عزمنا على فتحة وسيمة. زو وامير وعنده شهامه وانسانيه. لا انا ولا يا من غير راجل، ما خلصوش يسيبنا لوحدنا، خدنا الله يستر عشان يفسح. وموديهم فين ان شاء الله؟ جنينه. جنينه الحيوانات. اكبر اذيه ليك هيحشوكي هناك. لما ربنا يقدرك وتشتري مرايه هتعرف مين اللي هيحشوه هناك. ما تتفضل معانا يا سي زكي، هات تتفرج. هتفرج على ايه يا راجل؟ ما هم كل يوم معايا هنا. ايه ده؟ مجرم خطير يهرب من السجن، ساعد العدالة واربح 200 جنيه. التفاصيل في الصفحة الخامسة. كوريجان، لا واكل ولا شارب ولا نايم ولا مستريح إلا قبضت على المجرم وال 200 جنيه. تفاصيل صفحة خمسة. شلوت هرمس اتطور، يلا بينا يا جماعة يلا. مجرم خطير يهرب من السجن، ساعد العدالة واربح 200 جنيه. أنا في عهد النبي عطية خلف الله الشهيد وهبهب اللص الخطير، إن رأيته في أي مكان اقبض عليه وسلمه لأقرب مركز بوليس. المكافأة في انتظارك. كرومبي كبير 35 مليم، وقرنبيط صغير، إفاق رمان كبير، إفاح عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. مين؟ ال 200 جنيه؟ استنى عندك. انهج على أقل من مهلك، مش مستعجل، الكراكون قريب. سيبني يا جدعان، سيبني الله يخرب بيتك. الله يسامحك. أنا بتشويش في المباحث. خلاص نتباحث سوا في البيزنس. يا جدع ما تبوظش الخطه اللي احنا راسمينها، اعجل امال. ما تعقل انت وتمشي معايا بالذوق احسن امشيك بضرب النار. امرنا لله، اتفضل. هوب هوب. انت كمان تعرفه؟ بس لاحظ ان انا مسكته لوحدي. وعرفت ازاي تمسكه؟ ده لسه ناشين صوته من 3 ايام بس. اصله يا سيدي ما رضيش يتمسك لحد غيري حاكم، احنا معرفه قديمه. حرامي نازل على مطروح هناك اهو. سيبه، ما حدش فاضله. خساره الحرامي يروح منك. معلش، ما هو ده يتفك الدك. ماشي قدامي، ماشي. ضيع علينا فرصة مدهشة يا فندم. العسكري كان تصرفه سليم، ثم خطأه ده خدمنا ما ضرناش.
لأنه ثبت في ذهن زينهم دلوقتي إنك لص خطير. صح يا فندم. لكن لو انقبض عليك تاني وهربت زينهم هيشك فيك ويعرف إننا بنراقب. مظبوط يا فندم. عشان كده هنعمل نشرة سرية لكل الأقسام ينبهوا على عساكر ما يتعرضوش لك. العسكري ذكي مش هيصدق أبدا، وإذا مسكني مش هيسيبني يا فندم. إحنا نبعده عن الدورية بأي طريقة، وأنا عندي الفكرة اللي نبعده بيها، بس لو وافقت سيادتك. إيه هي؟ العسكري ده يا فندم يا عسكري خيرتني، مش تروح ترملك شوية قبل دورية التلاتة؟ لا يمكن حيجيني نوما لما اقبض ال 200 جنيه المكافأة. مكافأة؟ طب دي الإجراءات اللي زيدي بتاخدوها، يمكن تاخد لها 6 أشهر، هتفضل صاحي 6 أشهر. 6 أشهر؟ الكلام ده كان زمان، دلوقتي يا حبيبي مفيش حاجة اسمها 6 أشهر ولا 6 ساعات، زمان التحقيق انتهى وحيندهوني علشان يقبضوني المكافأة، ساعتها سأترقى ثم أتزوج ثم تستقر حياتي. هتشوش المباحث، عاوزك تروح له المكتب. حلو، يا سلام عليك يا وش الخير انت. أنا أول ما أقبض المكافأة حديلك الحلاوة. جالك كلامي عن إذنك يا حلو. هلا هلا وكمان قاعد على المكتب في الزقوم فزت عينك من وشك. انا خارج لمعاينة، اذا كان في حاجة يبقى شوفها انت يا بشاوش عطية. حاضر يا فندم. ليه؟ نو بشاوش. ازيك؟ زي الناس يا فندم. افندم مين؟ ده انا الحرامي ابو. انا غلطان غلطان يا فندم غلطان ونبي. بالعكس، ده انت راجل بطل عظيم وقبضت على مجرم خطير، مش كده ولا ايه؟ ونبي يا فندم انا عاجز النظر، ظلم التفكير. عيب عليك، ده انت بطل. بطل؟ بطل ايه يا فندم؟ بطل اخطر؟ العفو يا حضرة البشاويش اللي ما يعرفك يجهلك وحقك عليا وعفى الله عما سلم. ما تخافش يا ذكي، انت اديت واجبك وانا مسرور منك قوي، وعشان كده انا هكافئك. الله يعمر بيتك. انا بلغني انك انت تعبان من الدوريه. والنبي. ولذلك سعيت عشان انقلك في المباحث. الله يعمر بيتك. انا احبك من زمان قوي يا ذكي وانت عارف، وعشان كده حجيبك معايا هنا على طول. الله يعمر بيتك. المباحث شغلها مهم قوي وراحه جدا، 24 ساعة بس في اليوم. راحة يا فندم؟ لا شغل. الله يخرب بيتك. ها زينهم ما خرجش من جوه؟ لا، انا بقالي 3 ساعات وقت ما شفتش غير حاجه واحده بس هي اللي خرجت. ليه؟ حبابي عينيا. لا بسيطه. بسيطه ايه يا راجل؟ ده انا خشبت من الوقفه وميت من الجوع ونفسي اقعد ولو 5 دقايق. هتقعد؟ يلا بينا. يلا بينا على فين؟ على التياترو وهنتفرج. انا عازمك. يا سلام على كرم اخلاقك، يا سلام، ده انت كلك ظلم. اصل احنا بلغنا من التحريات ان زينهم بيقابل العصابه هنا، فاحنا هنخش جوه عشان نراقب. يعني داخلين نشتغل مش داخلين نتفرج. أيوه. يا راجل حرام عليك، حتى عزومتك تطلع شغل.
الشغل بيخدمك قد ما تخدمه. وشغل المباحث عموما عاوز الصبر وطولة البال. واحنا ما عادش بينا وبين الملك غير القبض على زينهم وعصابته. ايوه بس زينهم يعرف شكله، لو شافنا هيطير هو والمجد. عن اذنك بقى سلام عليك. تعالى هنا. ايه انت ناسي انك مغير شكلك ومركب شنب قد وشي؟ ايوه بس التعب والجوع بينسوا الواحد كل حاجه حتى شربه. تعال Hey!